متى توقف البريطانيون والأمريكيون عن كره بعضهم البعض وتحولوا لحلفاء لنعود للجذور؟ في 3 سبتمبر 1783 اعترفت بريطانيا رسمياً بأمريكا، وكانت فرنسا قد قاتلت لجانب الأمريكيين ضد بريطانيا في حرب الاستقلال. بعدها قامت الثورة الفرنسية، ولكن بسبب الفظائع التي ارتكبت خلالها ابتعدت أمريكا عنها ليبقى فيها التأثير البريطاني من اللغة والنظام القانوني حتى التقاليد الاجتماعية الراسخة، وهو زواج أمريكية غنية من بريطاني من النبلاء حتى لو كان فقيراً. على فكرة، السياسي البريطاني العتيد وينستون تشرشل هو أحد أبناء هذه الزيجات. سياسياً بدأت العلاقة الحقيقية المؤثرة على الدولتين بمواجهة النازية في ألمانيا، وعندما قادت بريطانيا الحلفاء أمام المحور بالحرب العالمية الثانية كانت بأمس الحاجة ليد تنشلها بعد استسلام فرنسا. فمدت أمريكا يدها، وكانت أمريكا حتى قبل دخولها الحرب رداً على هجوم اليابانيين على بيرل هاربر عام 1941 تدعم بريطانيا وفتحت باب التطوع للقتال لصالح الحلفاء، وزودت بريطانيا بالأسلحة وأقرضتها المال. وبعد انتصار أمريكا وبريطانيا أصبحتا حليفتين، وحسب وصف تقرير على موقع سوتكو بريطانيا أصبحت معلقة بأمريكا. وظهر وصف Special Relationship الذي ذكره أول مرة رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل عام 1946، ولكن بعد الحرب جاء وقت الدفع لأمريكا، وهنا لن نخوض في التفاصيل وتزيد القروض التي كبلت بريطانيا فعلاً، ولكن أمريكا استطاعت تطويع قوانين بريطانيا التجارية لصالحها، وبالتالي أصبحت دولة تتبع النظام الرأسمالي، وغزتها أمريكا بثقافتها ومنتجاتها ومطاعمها وأفلامها كما باقي العالم. في هذه المرحلة جمعت بين بريطانيا وأمريكا مواجهة عدو آخر، الاتحاد السوفيتي والشيوعية والحد من انتشارها. لذلك دخلت بريطانيا عضوية الحلف العسكري الناتو بقيادة أمريكا عام 1949، ثم وقعتا العام 58 معاهدة دفاع مشترك US Great Britain Mutual Defense Act، وخدم جنود بريطانيون لجانب الأمريكيين في حرب كوريا بين الأعوام 50 ل 53، وتعاونتا في مجال تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا النووية. ولكن السياسة ليست كلها سمن على عسل، فعندما هاجمت بريطانيا مع فرنسا وإسرائيل مصر لتأميم رئيسها جمال عبد الناصر لقناة السويس عام 1956، تصدى الرئيس الأمريكي دي وايت إيزنهاور لبريطانيا وهددها بقدرته على تدمير قيمة عملتها الجنيه الاسترليني. بعد حادثة السويس أدركت بريطانيا أنها لم تعد قوة عظمى، وبعدها قررت ألا تخطو خطوة سياسية خارجية دون موافقة واشنطن. لذلك استطاعت بريطانيا خوض حرب جزر الفوكلاند على الأرجنتين دون اعتراض من الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، الذي وصف تحالفه مع رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر بالزواج السياسي. وبعدها ناصرت بريطانيا أمريكا في كل حروبها، ونذكر منها الحرب على العراق بعد غزوه الكويت، وغزت مع أمريكا العراق وأفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر، ثم الحرب على داعش. وقريباً من أيامنا دعمت أوكرانيا في حرب روسيا مثل أمريكا، وناصرت أمريكا في موقفها الداعم بلا حدود لإسرائيل في حربها على غزة، وقصفت معها الحوثيين في اليمن. وفي النهاية لابد ألا نغفل تأثير الاقتصاد العامل الفعلي المؤثر في السياسة. فإذا عدنا للعام 2016 سنجد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال حرفياً لبريطانيا أخرجي، مشجعاً إياها على ترك عضوية الاتحاد الأوروبي لتستقل بقراراتها السياسية وقراراتها المالية والمصالح السبب. فحجم التجارة بين البلدين بالمليارات، وهناك أكثر من 1,000,000 أمريكي يعملون في شركات مملوكة لبريطانيا في أمريكا، وما يقرب من 1.5 مليون بريطاني يعملون لدى مؤسسات أمريكية حول العالم. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.